حنروح لضيفنا وهو من اهل الدار مثل ما بنقول. كنا عم نقول بكره ليله في ثلج مثل ما خبرنا ضيفنا بكل المحافظات الا بدمشق يمكن انا وحيه اليوم عم نتاثر بكتله هوائيه بارده، رح نعرف اكثر كيف حيكون بالايام القادمه تماما، لكن نحن عم نتاثر بالبرد سواء صار عندنا ثلج ام لا. اكيد اليوم رح نتعرف على احوال الطقس والفعاليات الجويه المترافقه لليوم وللاسبوع القادم مع ضيفنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه. سعد صباحك دكتور. صباح الخير ليلى، يسعد صباحك بشار. صباح الخير دكتور. كما تفضلتوا صباح البرد، يعني اليوم كان في برد واضح وعم نشعر فيه من بكير امبارح دكتور، من اول امبارح كان كثير. اليوم حديث البلد السوشيال ميديا، بدها تثلج ما بدها تثلج، تسكر الطرقات تسكر المدارس، كله عم ينفذ على بعضه. خلينا هيك من خلال وجودك اليوم نحكي كيف حيكون طقسنا بالايام اللي جاي وقد ايه بده ياثر هذا المنخفض علينا. تمام جدا. هلا بدايه خلينا نحن نرجع لنقطه كثير مهمه، المديريه العامه للارصاد الجويه مشكوره، نشرت كثير معلومات مهمه عن المنخفض القادم. انا بيسلط الضوء شوي على اثار هذا المنخفض وشو تبعه، لانه حتى نفهم اكثر شو عم يصير ببلدنا، شو الحاله الجويه السائده، لازم نعرف شو عم يصير بالمنطقه الاقليميه. القصه لهالمنخفض في له قصه، قصة غريبة جدا جدا جدا. دائما هيك بتحفنا بقصص الدكتور محمد. القصة لازم ندرسها منيح منيح. بلشت القصة رشها ليلى ببريطانيا. قبل تقريبا اسبوع سجلت بريطانيا ادنى درجات حرارة وصلت ل 49 تحت الصفر، بظاهرة ما سبق وصارت ببريطانيا كلها. هذا المنخفض هو جزء منه اجى لعنا يلي هو نحن فيه الان. هذا المنخفض الان وصل وسيطر ببلاد الشام بشكل عام. المفارقة انه اقوى موجة برد اصابت شمال الخليج، يعني اليوم السعودية تحديدا تبوك والمدينة المنورة سجلت ادنى درجات حرارة، ما بتعرف حرارة تحت الصفر. الان عم تسجل ناقص واحد. فاذا اول حالة انا ليش عم حاول احط المشاهد الكريم وحطكم بصورة شو عم يصير لحتى نعرف تماما شو عم يصير. تمام. اثنين، قبل شوي خبرونا بطرطوس عن ثاني اعصار، الاعصار الاول ضرب اليونان. هلا قبل شوي كان في اعصار بسموه نحن عنا بالموروث الشعبي تنين. هو فعليا اعصار. طيب نحن التنانين مثل ما بسموها اهل الساحل وهي الاعاصير البسيطه، ما بالعاده بتكون اعاصير كبيره تضرب الساحل او الشواطئ. يلي صار انه فعلا صار في ضرب من هذا الاعصار لشواطئ، بلش باليونان واجى لعنا. اثنين، ثلاثه، كان في هطولات ثلجيه غزيره الايام الماضيه بمناطق بالساحل، انا كثير عم دقق على الساحل، يعني نحط خطين ثلاثه تحت منا، وبارياف دمشق الجبال العاليه، بلودان، الزبداني، سرغايه، سرغايه 4 سنتيمتر، يعني كانت كميه كبيره. حلو كثير، وصلنا لليوم. نحن هذا المنخفض بدا يوم الجمعه مساء، محمل بالامطار، كان متوقع انه يكون في هطولات مطريه يوم السبت والاحد غزيره نسبيا، يعني ووصولا لليوم، كان بالشام شويه الهطولات عم تعصر مثل ما بيقولوا. كانت عاصفة، صوت الهواء جدا كان مخيف تماما، لكن كأمطار كانت قليلة قليلة صح. حلو كتير. هلأ اليوم بتبلش الفعالية القصوى لهذا المنخفض، بيستمر ليوم الثلاثة مساء. هاي الهطولات المطرية بيوم الثلاثة مساء رح تدنى درجات الحرارة، وبالتالي الثلاثة مساء متوقع أن يكون هذا المطر متحولا إلى ثلوج. فغالبا الثلاثة المساء مع الأربعة الصبح تتساقط الثلوج. نحن عم نحكي بقى الآن عن الشام. في احتمال انه الشام الصبح نلاقي شويه تراكمات، مو تراكمات قويه كثير، بالمرتفعات اكثر. تمام، بالمرتفعات اكثر. بالشام غالبا راح يكون في ثلوج نشوفها بس نلعب فيها انه نتخيلها تراكمات كبيره. لا، لانه اولا محمله بكميه كبيره من الامطار، ثانيا عم تلاحظوا كل شوي وشوي عم ينزل مطر. صح، وهذا بيمنع التراكمات. لكن كل شيء عم نحكي بالريف الغربي للشام والشمالي والجنوبي راح يكون في تراكمات كبيره. بنرجع بقى لبعد لغير محافظة دمشق، باقي المحافظات كلها حيكون فيها هطولات، حيكون فيها انخفاضات درجة حرارة قوية، حيكون في رعد وبرق مرافق للفعالية الجوية. لهون الأمور بخير، لكن الفكرة أولاً الآن ونحن نتحدث بهذا المنخفض، إسبانيا سجلت أعلى درجة حرارة بهذا الوقت، 30 درجة مئوية. طيب اسبانيا قريبه لبريطانيا، نحن عم نحكي شمال اوروبا، بريطانيا الان ارتفعت درجات الحراره، يعني بريطانيا انتقلت من ناقص 50 صارت 20، اسبانيا 30. اذا هذا المنخفض يلي اجى لعنا عمل رد فعل عكسي، حراره عاليه باوروبا. هي الحراره العاليه رح تاتي ايضا بعد هذا المنخفض لبلاد الشام. اذا رح نستغرب ونلاحظ ظاهره غريبه جدا رح تحدث، انه منخفض درجة حرارته منخفضة جدا، رح تنزل درجات الحرارة كثير
بكره وبعد بكره كنا عم نحكي انا وياك رشا على موضوع الناس والحركه وكذا، رح تنزل درجه الحراره ورح تكون ادنى معدلاتها حسب الارصاد الجويه من 6 ل 10 درجات. اوه كثير. تماما كثير. ولكن العاده بتسجل هيك دكتور؟ هلا العاده بتسجل هيك، بتسجل هيك بس مو بهالطريقه. مو بهالعموميه وبهالبروده هي اللي حتكون احنا عندنا ارتدادات الثلوج اللي اصعب من بسموه اصعب من المطر واصعب من الثلج، لانه هواء الثلج وبرد الثلج اصعب بكثير من معالجه الثلج والمطر. المهم رح نتفاجئ انه بعد هالمنخفض بكم يوم رح ترتفع درجات الحراره وكانه دخل ربيع ثاني. دخل ربيع يعني فصول اربعه خلال هالشهر، مو انه خلص الشتاء، لا حيكون في منخفض ثاني وثالث لنهايه الشهر. هذا الاصعب دكتور؟ هلا انا ما بتوقع انه يكون هذا الاصعب بصراحه، لا بده يجي واحد بتوقع اصعب بس ما حيكون بثلوج هذا. هذا صعوبته بانتشاره. صعوبته بدرجات حرارته، صعوبته بالفتره اللي بلش من الجمعه للاربعه، يعني تقريبا اخذ اسبوع اقل بيوم يومين، لكن نسبيا طويل، نحن عاده منخفضاتنا يوم يومين ثلاثه بالكثير، فهذا كان شوي ممتد طويل. طيب المفارقه انه ماذا سيحدث بعد هذا المنخفض؟ الفكره انه درجه الحراره العاليه باوروبا، نحن عم نحكي على شمال اوروبا يلي المفروض هلا هي بفصل الشتاء وبذروه فصل الشتاء وباقصى حاله فصل الشتاء، تسجل 30 باول مره بالتاريخ، وانا عم نحكي كلام الان صار كل الدول وكل العالم قاعدين بس عم يدرسوا هذا الموضوع لانه مفارقه. نعم. مفارقه غريبه عجيبه. اثنين، الاعاصير اللي صارت بالبحر الابيض المتوسط، هي ما سبق وصار. هي كلها لازم نحن نتاملها بشكل كثير كبير رشا ليلى لحتى نبني عليها. تمام. لانه هذا الشيء ممكن ياثر للمستقبل بشكل كثير كبير. الان نستعد لهذا المنخفض بس بنفس الوقت لازم تكون عيوننا على المنخفض التالي اللي بعده. هذا المنخفض ان شاء الله حيكون خير. اليوم الامطار 117 تقريبا 207 بدمشق، في بعض المحافظات امطار جيده جدا جدا. الساحل امطار جيده جدا جدا. الامطار نسبه الامطار متوقع انه تتجاوز معدلاتها او حتى على الاقل توصل لمعدلاتها مع هالثلج، بتوقع يكون نسبه الامطار جيده. دكتور عم تحكي حضرتك انه في هلا هذا المنخفض بعده رح يكون في ارتفاع بدرجات الحراره وبعدها يمكن يكون في منخفض. أكيد. خلينا نحكي عن الاسباب. تمام. هلا هي الاسباب كثير حلو ليلى، حطيتي ايدك على الوجع تماما. هي كنا دائما عم نحكي من خلالكم وننبه دائما اللي هو موضوع الاحتباس الحراري وظاهره النينو. ظاهره النينو فعلا هالموضوعين لما اتفقوا مع بعضهم واجوا مع بعضهم صارت التاثيرات كثير كبيره. هذا الشيء اللي عم نشوفه رشا ليلى هذا العام هو عباره عن تمهيد للعام القادم والعام اللي بعده. ذروه هذا التاثير عام 2025، ونحن كثير عم ندقق انه عم ننادي بصوت عالي انه يا جماعه نحن لسه باول الظاهره، ذروتها عام 2025، الصيف رح يكون ثقيل. هذا الشيء واضح. صحيح. الصيف رح يكون ثقيل وبكير. كنت عم تسالي امتى بده يجي الصيف؟ حيجي بكير. الصيف حيجي بكير، حيجي ثقيل، وحيكون في نسبه تبخرات من المياه كبيره، وبالتالي هذا يعني امتداد صيف طويل وشتاء مثل ما دائما بنردد قصير. هلا منخفضين ثلاثه اجونا، اربعه، كل الشتاء تركزت باربع خمس منخفضات. صحيح. فهي نسبيا قليل ومحصور. كمان نحن كثير نوهنا، تتذكري رشا من زمان على الامطار السيليه. وبالفعل ليلى طرطوس تعرضت لسيول، فهذا الشيء صار واضح معنا. الاحتباس الحراري اليوم عم يسجل ارقام غير مسبوقه. نحن برد باكد الاقل تاثرا نطلع على الدول اللي حولنا. الغرق اللي صار بالامارات، دبي، كميات الامطار الهائله. نعم. الحرائق الغابات بامريكا، الصين وروسيا الحدود كلها كان فيها مشاكل كثير بيئيه، كل هذا الاحتباس الحراري اللي لازم بقى نلاقي له حل. والا المشاكل لقدام اكبر واكبر ان شاء الله. عام 2025 بينتهي ظاهره النينو، على امل مع انتهاء ظاهره النينو انه تنحل شوي من هالامور، نرتاح شوي ويصفى منخفضاتنا الطبيعيه المتغيره ان شاء الله. دكتور الوقت هيك مرق معك بشكل سريع، ولكن حبينا اليوم حضورك معنا لنحكي اكثر عن الايام اللي جايه. نشكر حضورك لليوم. دمشق ممكن تسجل تحت الصفر لنا؟ متوقع 1-2 ممكن يوم الثلاثاء فجرا بكره فجر الاربعاء يعني تسجل ناقص 1-2. ان شاء الله هيك يكون يمرقوا بخير وسلام ويكونوا خفاف على الجميع. شكرا دكتور لحضورك، يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك ليلى. اكيد دائما بنقول الله يبعث الخير. امين يا رب. امين.